ما ثماش حاجه تجي سير، لازم كل حاجه تجي بصعوبات. الحمد لله اليوم تغلبنا على صعوبات الكل وروحنا بثلاث نقاط لصفاقس. ماتش صعيب، كنت جمعيه بي زدت في الارض نتاعها، معناتها قدام جميله. الحمد لله معناتها عملنا ماتش بي، روحنا البريز امبورتون بتوع بونتي. انا انتي صاري خلينا من ناخذ مكان في اكثر ريحيه، وتوا عنا الكاف نسير ماتش هذا. الحمد لله ماني النتيجه ما جاتش بالسهل، بارتي صعيبه وعرفنا كيف نديروا اللعب. بالنسبه للمباراه شفناكم الشوط الاول كنتوا ما كنتوش موجودين الحقيقه، في الشوط الثاني سي سي استخلق الفرح مركز زبونت وبعد فما تراخي وبارتي. لا مش موجودين، ما كان جينا مش موجودين، راه كان فما زوز ثلاثة بوتوات للمنافسة، ما كنا نتصور منظمين بالباهي. نجم تقول معناتها ميطاع من نبذ المنافس اللي يعتبر منافس محترم. الحمد لله تزام ميطاع، عملنا دخلة باهية، ماركينا الأهداف. صار صحيح كثير لاشمون بعد اللي بان الهدف الثاني، الحمد لله بعد ماركينا الثاني وربحنا. والله الحمد لله اليوم الأولاد قدموا المطلوب، تعرف أنت مقابلة هامة بحكم أنه ينتظر فينا الأسبوع القادم لقاء الدور الربع النهائي يعني في المغرب. الحمد لله اليوم عملنا مقابلة طيبة، الملعب الجيفزي زاد فريق طيب، قاعد يعني قدم ثلاثة مقابلات بداية موسم طيبة للغاية. الحمد لله ما كانش لقاء سهل، كان الولاد معناتها بدينا بشوية صعوبات، لكن الحمد لله عارفوا كيفاش يخرجوا من الطرح وعارفوا ينتصروا عن قناعة، وكنا معناتها على طول اللقاء أفضل من الملعب الجيفزي.